هلا انا شو بدي اعمل؟ بدي اشرح لكم كيف تنزلوا الفيو وتشغلوه كاول مره. اول شغله انا بدي ابعث لكم ابلكيشن اسمه نود جي اس، سوري برنامج اسمه نود جي اس، هتنزلوه عندكم على الكمبيوتر وتعملوا له انستال، بس فاستنى عليه يس نيكست نيكست انستالو بيخلص لحاله. بس ليخلص بيجي انا بفتح التيب هون واكتب هذه الكلمه ما اكتب وبس. هلا هون بالويندوز 7 مبين اس ام دي، بالويندوز 10 هتكون مثلا كوماند برومبت او كوماند، هتكون هي الجمله هيك. لنزل الفي بكتب ام بي ام انستال في شيفت 2 سي ال اي. هلا ابعث لكم انا الكلمه مكتوبه كتابه مشان تعملوا كوبي باست مشان ما يكون في غلط ولا حاجه، بتفقسوا بعدها انتر وبتنطروا على يخلص تنزيل، بياخذ وقت منيح ولازم يكون انترنت سريع ليمشي الحال. بس لينزل بتكتبوا في يو اي بتفقسوا انتر بتنطروا شوي مشان يكون دقيق معكم. اي خطوه هتعملوها هون رح تكون طويله شوي، ما بتخلص دغري، لانه انتم هون عم تعملوا ابلكيشن خصوصي اول عم تعملوا ويب سايت، وخصوصي اول مره راح يكون بدها انترنت وراح تاخذ وقت منيح. تمام، هلا عم يبلش بده شويه وقت، بنطر ليقلع